واخيرا واخيرا الحمد لله على سلامتنا وصلنا اختي للدار ديالنا. هي هذه ديال الاخوات هانتوما شي كيدير الدنيا عرفتي هنا غزاله. من هنا البنات كتهبطي كتخرجي في البحر، كتهبطي الاخوات كتخرجي في البحر. شوف البنات هذه هي الدار الاخوات. يلا اختي مرحبا بكم، دخلوا برجليكم اليمنى. عرفتوا يا البنات الدنيا ما شاء الله. يلا دخلنا. قلت لواحد السيد راه بحال طلبتو كنا كنهضروا معاه على برا، قلت له عافاك شوف لي شي دريه البنات، لان خاص التسييقه البنات ما شاء الله تجي من الفوق. كلشي الدنيا مغبره البنات، كلشي كاين واحد الكريسه هنا غزاله. ادم بس ادم هانتوما الاخوات. يلا دخلنا هانتوما الاخوات. الدار كتجي على هذا الشكل، هذا الدنيا مغبره عاد. هنا ان شاء الله راه كاينين ضوء ايطاج البنات، ان شاء الله كلشي غادي نبارطاجي معكم، غندير لكم واحد الجوله باذن الله. الدوش الاخوات، الدوش كاين الدوش كتهبطي ليه من هنايا فهمتوا الاخوات. ان شاء الله غندير لكم واحد الجوله. هنايا الدنيا مغبره الاخوات. شو هذه الكوزينه خاص واحد التسييقه فهمتوا. ان شاء الله غندير لكم واحد الجوله الاخوات سبيسيال، ولكن اختي خاص اول حاجه نضرب لها واحد التسييقه. غنشوف نتمنى السيد يلقى لي الدريه البنات، راه مشى قال لي غادي نمشي الاخوات يقلب عليها صافي ان شاء الله ونديروا واحد التسييقه حاره. عاد ما بغيتش وليداتي يدخلوا في الغبر هنا. ها هو كاين التيو البنات هنايا على حسب التسييق. ها هو التيو شوف البنات، ها هو باش نسيقوا الدنيا. عرفتي الجو ما شاء الله غزاله الاخوات، الدنيا مغربيه والله فرحانه هكا نجيب ميمتي، ولكن ميمتي ما غنمشيو حتى الغدا. اليوم غادي تجي عدوزتي وكاين معنا لوسي، غنمشيو نجيبو مرات لوسي وولادها، وغادي نمشيو الاخوات نجيبو ميمتي فهمتوا. غدي ان شاء الله مع الاخت ديالي غندوزو ان شاء الله واحد الكونجي عائلي البنات. هذا هو اللي كنبغي انا الاخوات، كنبغي جو عائلي. يعني كيف ما كتبغي انت تفرحي كنفرح ميمتي وعدوزتي معانا. نمشيو للبحر كاملين، نخرجوا كاملين، نفوجوا كاملين، نضحكوا كاملين. بالنسبه ليا هذو هما الاجواء العائليه، وهذا هو الكونجي اختي اللي كنبغي انا والله يا الاخوات. نتمنى ان شاء الله كل شيء يدوز على ما يرام، وان شاء الله غادي ندير لكم يعني هكا نبقى نبارطاجي معكم بالحق الا كانوا كيعجبوكم هاد الفيديوهات هادو. بالنسبه للدوش ان شاء الله، المهم كاين الجاكوزي الفوق البنات، كاين واحد الجاكوزي بالحق غير صغير ماشي كبير فهمتوا. هنا كيجي الدوش اعزكم الله، هنا كاينه الطواليت فهمتوا الاخوات. والدوش كيجي على هذا الشكل، هذا ما كاينش داك البينوار حتى على حساب ميمتي وعدوزتي، يديروا هكا غير كريسيه الاخوات على حساب التدواج فهمتوا البنات. ان شاء الله كل شيء غادي نقادو باذن الله، نتمنوا الخير ان شاء الله. ايوا هذا مكان الزوينات ديالي، حاولت غير ندير لكم اختي واحد المقتطفات من الدار. يا اختي بغيت نبدل غير هاد الكسوه هادي، بقيت حملتها واخا عزيزه عليا يا البنات. عرفتوا غنمشيو دابا نجيبو السكن باذن الله. اول حاجه نجيبو اختي السكن حويجاتنا. يا اختي اش غادي نقول لكم حويجاتنا ونشوف. دابا كنتسنى السيد مازال ما جاوبنيش على حساب الاخوات، باش ان شاء الله نبداو اختي في التسياق وسميتو يعني التسياق واختي التخمال. نقول يا بشرى تبع انا تماره تما معليش ان شاء الله. نتمنى تجي الدريه البنات، علاش انا باغا نشد اختي بنت البنات، مع ان كاينه مرت لوسي غادي تجي لاختي ديالي كاينه انا، ولكن انا ما نبغيش امي تشقى، ما نبغيش عدوزتي دير الشغال فهمتوا. انا بغيتهم يجلسوا بحال الاميرات، يجلسوا اختي ونجيب لهم السيده اللي تشغل دير عليهم الشغل ونخلصوها ونبقاو هانيين فهمتوا البنات. يعني انا ما نبغيش امي تشقى عليا وما نبغيش عدوزتي تشقى عليا فهمتوا الاخوات. انا بغيتهم يجلسوا بحال الاميرات. نتمنى نلقاو السيده اللي تجي هكا دير الشغل. انا قلت لها قلت لي ما تجي حتى ل 12، اللي تجي اليوم على حسب نتفاهموا. وقال لي بحال قلتي 10 اورو للعشيه، 10 اورو البنات مزيانه فهمتوا الاخوات. يعني هاد الوقيته اللي حنايا تجي وتشقى يعني دير شغل، تاكل معانا، تشرب، تسالي، تغسل معناتها، تمشي الله يسهل عليها. ماشي زعما تبات عندنا ولا لا، ما تجي حتى ل 12، حنا ما غنفيقوش بكري فهمتوا البنات. المهم هذا ما كان هادشي اللي كاين الاخوات. ودابا هضرت مع الوالده قلت لها ان شاء الله غدا في الصباح تسيروا دابا جمعوا حوايجكم، جمعوا راه غدا ان شاء الله في الصباح عارفه راجلي غيصبح عليهم في المنبر. محبوب شي بلا يديني ولا ما يدينيش، ولكن قالت لي لا بنيتي شي ماشي معاه ان شاء الله نمشيو نجيبو ميمتي واختي باش تكمل الفرحه ديالنا فهمتوا الاخوات. وهذا ما كان المهم الزوينات ديالي، ونتمنى ان شاء الله عطله سعيده. انا هبطت وبشرى فاش غتهبطي، وبشرى فاش غادي تمشي، وبشرى ايوا انا اختي انا هنا زعما بغيم والله الا فرحانه ما نكذبش عليكم.
ولادي اختي نوريكم اللوك ديال اختكم بشرى. من نهار جيت اختي للمغرب اختي هاد الكسي، واش غنقول لكم؟ لا اله الا الله. البنات هذا هو السويك اللي كنت بارطاجي، وليا بشرى عز دي اختي. بزاف ديال الاخوات كنشكركم كتبوا لي في التعاليق، قال لي بشرى مزيان ما خديتي الدوغي، انا كاع الصنيدلات ديالي دوغي، عقلتوا على الصنيدله البنات اللي ناضوا عليها المشاكل. زوينه يا البنات ومريحه، كنقولها لكم انا الحوايج ديال بيسون كيعجبوني، لا السكن ديالهم لا الصنيدلات ديالهم، الصنيدلات ديالهم مريحين يا الاخوات. اختي هذا هو اللوك اللي قنعت منه وبغيت نبدل يا اختي. ما شاء الله عليك، غنمشيو دابا ان شاء الله نجيبو السكن اختي. واي حاجه البنات بغيتوها نبارطاجيها معاكم، بغيتو شي حاجه نديرها لكم، بغيتو اي حاجه شي حاجه بغيتو نصورها لكم، يعني عطوني حتى نتوما اقتراحاتكم اختي في التعاليق، الاقتراحات ديالكم اختي كيهموني. اي حاجه بغيتو نبارطاجيها معاكم نبارطاجيها معاكم، وكنتمنى هذا الشيء يكون ينال الاعجاب ديالكم البنات. وما تبخلوش على خصكم بشرى من طبيعه الحال بالجيم والبارطاج وهاد الفيديوهات هادو، كنتمنى ان شاء الله يكونوا يعني عند حسن الظن الجميع. واخا اختي راه ماشي يعني ماشي هذا هو الستيل ديالي، ولكن كنحاول زعما باش نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. اطلقي الماء اطلقي الماء عفوا يا ساره، سابو 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 اي جاز وبرا هادي ما شاء الله. بغاو يعمروا البانيو، انا مشى راجلي الاخوات مشى يجيب دابا مشى يجيب السكان فهمتوا، وانا بقيت مع الدراري. ايوا اختي قول لي خالتي اختي باقي بالكسوه الكحله باقي ما جاش، قلت اجي نسيق هاد البلاصه، بغيت غير يجي راجلي البنات، بغيت ننفخ لهم هذاك لابيسين نديروا لهم هنا، ننفخ لابيسين بغيت نديروا لهم هنا البنات ونعمروا لهم بالماء باش يهنيوني فهمتوا. الاخوات الدنيا مغبره. ها انتما يا اختي اتحب لكم بشرى تدغي الظهر الحداك اختي. سيبو 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 سارة ومن بعد كل موسيقى.
فاش يمشيو هكا لا بلاجه البنات جيتو لهم بجوج الاورو هانتوما على زوينا نزوقو ديال لي سينسيت سيرو سارة يلا دابا انا خرجت البنات بغيت نسيق الجهه الاخرى الاخوات ناخذ التيو ديال الجرده نطلق الماء من هنا هذا الماء هذا البنات نطلق الماء من هنا باش هو يخرج ليا هنا باش الاخوات هذا غير ديال الجرده هذا غادي ندخل نسيق كاع هاد البلاصه هادي هنايا البنات ندخلو هادشي خارج ليا نجبدو مزيان فهمتو هكا باش غادي يجيو دابا حيت غيجي راجلي غتمشي غيجي عدوستي غادي يجيو فهمتو البنات والبنت مازال ما جات لكن تقريبا البنت نتمنى بعدا غير قال لي تبدا غدا الا ما لقاش اليوم ماشي مشكل الفوسات ديالنا ولات حالتها شتي هادشي كاع حيدو غير ديك الغبره فهمتوا البنات قلت الراجل اللي كيجيب لينا السرديل توحشت اختي السرديل في الشوايه كنا بنت لي عزت عليه السرديل في الشواية تمخش غبرة كل شيء عامر غبرة كل شيء ها غنحيد هذيك الغبرة ومن بعد ها البنات ها وعاد راه كاين الفوق مازال ما طلعتكمش البنات الفوق كاين واحد الطراس زوينة نحيد هاد الغبرة هاجي اللي في الدخلة بعدا ومن بعد شوية بشوية نقيو خصكم بشرى زلات يا والله الا بنات الا عز عليا الصيا صافي باش يسدو الماء شي يوم ما يطلعش ليا بغيت نطلع واحد شويه ما طلعش ليا صافي نجيبو ما اللي بغيت نطلع الماء صافي ندير بعدا هاد شويه جاري جاري
تقول يا بشرى مالك في التماره سيري ديري لها جمله في شي ماكازا. اي اختي دابا ما كاينين ماكازات لا، ولكن غادي نضحك معاكم علاش الا مشيت بحال هكا لشي بلاصه لقيت شي ميزه زوينه نبارطاجيو معاكم. كاينين بزاف الاخوات اللي كاينين هنا، كاينين في كازا واللي غادي يجيو لكازا. فهمتوا علاش؟ انا اختي غير الا مشيت نديكم معايا. لا تيد لا والو، غير غبرة مكتمشى للجردة. معليش مالو كندير في البرودوي، كي هنا مديرش البرودوي لا الما تيخرج للجردة. زاري زاري ممكن زاري. يلا أنا جاية صافي، أول سريع أنا جاية ولدي أنا جاية جاري. وي جاريف هذاك كرافاتي شكرا سي جاريف جاريف. الله يحميني يخليني نستمتع بالتكريطه. سير دخل سير جاريف سير سير نو سير دخل سير سير معايا ناس يلا سير ولا بيسين صافي نغمد 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 هادشي ديال ما يبقى لي هنا. انا جايه انا جايه انا نمشي لابيسين معاكم جاري. كنتقش كنخاف يلا غسل ولدي على جاي يلا يهديكم يلا عشان نقولكم بعدا قومي شويه بعدا الدنيا ولات كتبان مغربيه. فهمتوا البنات؟ يعني انا ما كنحملش تقات بالي ديك الغبره وديك داك الوساخ وداك فهمتوا. بعدا ندير لهم هكا في الدخله ولا جا ولدي راه غيضربك البرد. والله الا خاكك البنات والله الحال ماشي سخون، ندير هادو كنشفو فيهم رجلينا على الدخله. دابا درت هذيك لاطيغاس من لهي ودابا شفت هاد لاطيغاس هادي من هنا. فهمتوا البنات؟ هادي الدخله ديال الدار. قومي بعدا كانوا مغبرين بزاف. يلا اجي من هنا. انا ماشي اجي وليدي ها لونطخي فيا اجي من هنا. دابا تيبكي دابا حيك الباب من هنا ديال الكراج هذا ما كيتحلش. اجي من هنا ولدي سير سير. وانتوما راه كتدخلوا فاسكا وسختوا لي الدنيا. اجي يانيس فيانسي صافي صافي ها خلي ولدي انا غنمسح انا غنمسح انا نجفف. يلا اجي ولدي اش راهم تيعوموا في البانيو واخا سير راه لابيسين. مال داك لابيسين ما عجبكش؟ هما والله الا بعدا الحمد لله دي باني دخلتي لهاد لابيسين هذا سي بون. يلا فيا عندك وليدي طيح يلا عوم عوم انا غادي نجي ثاني نعوم معاكم.
نزحموا في هاد البلاي اختي. يلا صافي بركه بركه ساره، بلا تبقي تزيدي في المعومه، عومو على هذاك الماء بعدا. وي يلا انا بعدا الحمد لله طعنا بهم، نفخوا ليهم بعدا ينفحوا هكا يعني يبقاو يلعبوا غير يهنيوك فهمتوا الاخوات. الله يدير الخير، بغيت نمشي نصبن دابا شي حويجات ما كرهت، بغيت غير امتي نوصل السكان عندي تعسي قلت. اول حاجه غندير ندوش نبدل عاد نهضر. والله يا البنات هذا الحشومة عليك ولدي، صافيها حتى صاحبي البانيا. يا نار يا نار ادم عافاك ولدي، ابخي نعطيك كادو ادم ادم دابا كيشد مع عز. صافي لا نجيب لك ست الاخر، لا نجيب لك ست الاخر، يلا عطيها ادم عطيها ولدي، انت زوين انت سارة. سارة انت هي انت هي الكريمة. بعدا غنعاتي تيدوزو وليداتي من هنا وكاع سي كاع طبعوا الدنيا هادي. دابا انا ما عرفتش انا البلاد دابا البنت امتى غادي تجي، زعما بغيتها هي زعما نتمنى ولا نلقاها، قلت غادي ندوز هاد الناس درت هاد اللعيبة هادي غنديرها هنايا في كراطة ما بغيتش نخوي الماء حيت غتجي عدوزتي وسميتو غيتلاقاو مع الدنيا. اللهم قلت مربانا تجي هاد الاخت فهمتي، بغيت ندوز غير واحد شويه كومسا واحد شويه على هاد الطبيعه ديال رجلي اللي داروا وليداتي هنايا. صافو 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 كاع تمشيو هنايا طبعوا الدنيا البنات صافي. ايوا غادا تجي واش خليو ليا الدنيا تمشي الله يرضى عليكم. وي صافو وي جا جاريب جا سارة تطبي سارة ولا تضربي جا صاحبتي الله يرضي عليك. يلا صافي سابق وبقى ولا دوش تطبي او لا لا بيزو بيزو وي يلا سابق سابق جاغيب سير جاغيب يلا وي سارة سابق انا غادي نقولكم لا بيسن سارة اخلي سحبيها الطبيعة عدوى الاخوات. سارة يمشي يشوف واحد الاخت وباقي البنات ما عيطش لينا تلاقي كيقلب ولا ما عرفتش. الحمد لله كومين بعدا شفتي دابا نخلي الباب محلول. ها نتوما البنات نخلي الباب محلول غير من هنا باش يضرب شويه ديال الهواء باش نشف الدنيا الاخوات، ومن بعد غير غنديرو تسيقه زينه فهمتوا. راه ما كرهتش بغيت نحيد حتى هاد طابيات من هنا ودير واحد واش كتسدد لك السي اختي كتجلسي في راسها لا غبره لا والو. دابا بغيت نمشي غير للكوزينه نمسح ثاني هذاك البوطاجي ونمسح شويه باش بغينا هكا يجي. دابا ما عرفتش نطيبوا الخضره دابا خاصنا بعدا نمشيو نتقداو الخضره، وبغيت حتى ناخذ تيدو جافيل وفهمتوا البنات هكا على حساب شو ديال الميناج اختي. ايوا راكم عارفين الاخوات راكم عارفين اختي فين ما مشينا كتجي زعما تقولي لي فاكونس استراح واش واش استراح كتخدمي كثر من الايام النورمال، ولكن الحمد لله بالعكس الانسان دابا كيكون فرحان كيكون ناشط اختي. ايوا كتكوني مع الحباب مع واخا المهم غتجي عدوسي الحمد لله. انا نتمنى ان شاء الله المهم تيغدو باش تكمل الفرحه. اي والله يدير الخير هذا ما كان الاخوات نكملوا اختي التخمال ديالنا.